يا عمري والله سير رشيد وحشتك انا عمري بغيتك رشيد ولا دف ودا سا ستاشير صاحبي حشومة صاحبي واش لافامي مرحبا بكم في فيديو جديد نهار جديد مع خويا رشيد اوتنا رايت ملقب طوتنهام الدري راه العمر هدار اوبيل الله يحفظك خويا راه شيري الله يحفظك خويا شيري الله يحفظك خويا المهم راه زايا انا وياه المهم غادي نديرو التحديات انا وياه غادي نتحدى يدير شي حاجه خصو يديرها يتحداني حتى هو وندير حتى انا ديك الحاجه المهم زايا ديال بصح مع زايا ديال بصح ومرحبا بكم الاخوان واحد الحاجه ما تنساوهاش ابوني وجيم وتفعيل الجرس بوم 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 وي كانت حداك اود رشيد وي مرحبا كانت حداك ايه تغني تغني بصوت مرتفع مرتفع ايه وسط الناس دابا نصور فيك وبدا تغني ما تسوقش البنان وغني وزها مع راسك الا كاع بيتي خصك تمشي ديسك وزها معاه المهم تغني انا بالشد نسمع داك الشي بالجد صافي اوكي ممكن اوكي دابا نصور اخوتي سير رشيد سير وحشتك انا عمري بغيت نشوفك يا تعال صبري طلعت علي يا غيبتك يا اللي بغيتيها وندي اللي كان بخاطرك يا عمري يا عمري فلا سير رشيد وحشتك انا عمري بغيت نشوفك يا تعال صبري طلعت علي يا غيبتك يا اللي بغيتيها وندي اللي كان بخاطرك هذيك 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 يا عمري صافي دابا التحدي الثاني الاخوان اللي هو يدير راسو بحال يتخيل مع راسو بحال عنده كره في رجلي بحال يبدا يجونغلي بها ويدينا بحال شي هبيل يبدا يدور هنا بحال شي هبيل يلا سي رشيد يلا سي رشيد السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ستبدا بعد قليل مباراه قويه بين فريقين شباب تلاخت واتحاد الغيس وهنا تسخينه اللاعب الواعد اللاعب رشيد مازوز اللاعب الواعد سترونه اليوم كثيرا في مباراه سترونه كثيرا في المباراه لديه مهارات كثيره لديه مهارات كبيره ويجيد التسديد من بعيد وكما ترون وهنا بدات المباراه الان التقدم بين اللاعب الواعد رشيد مازوز الدكالي الخالص رشيد والهدف هدف جميل من اللاعب الواعد هذا ما قلته في التحليل لاعب واعد قادر على تخليص الفريق الثقة في النفس يا اخو الثقة في النفس تلعب والله لا تريدي معايا انا بالله فامي هبطنا لهاد التحت هذا نديرو هنا شي تحديات ودابا غنقترح عليه واحد التحدي دابا غادي ندير تراكسيون غادي دير اخويا رشيد عرفتي شحال من تراكسيون غادي دير غادير كل سيري فيه 10 ديال التراكسيون ياك شحال من سيري؟ 4 سيريات وما بين سيري وسيري فيه 5 ثواني نحسب عليك من واحد حتى لخمسة الله سير على الله على بركة الله إلا ما درتيهمش الى ما درتيهمش الى ما درتيهمش غتاكل العصا اللي ما يقد بيك غير انا
راك فالو كلك العصا وغتاكل حيوان. سيرتي واش هاد الرشيد واش غنقول لك عاوديش ايوا رشيد واش غندير لك اش غندير لك المهم راه جوج الترفيقات ما يحيدوش لك الطبيب ازاي كده يا حمادة يا حبيبي والله معقول معاك والله العظيم شد حطها فيك الكتاف حطها فوق الكتاف يلا يلا المهم دابا خوتي يلا سير سير كاسك يلا سير رشيد يلا دغيا 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 ما عندناش الوقت يلا يلا 10 تراكسيون 10 10 في سيري 5 ثواني يلا سير واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ما عقلش عليك No God please no 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 لا لا ولا علي يا رشيد خوز عمي ما تلاقي ديما توس هذا ها عمي ما تسأل يعطي خمسة ثواني يلا سير واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد سير واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة سير سير خمسة ثواني يلا درتي دابا جوج سيرين واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعد عشرة سير واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة سير رشيد ما نعقلش عليك والله ما نعقل عليك بالله سير واحد سير واحد جوج ثلاثة أربعة سير خمسة ستة سير صعبي وا حشومة صعبي سبعة ثمانية الله نو ستوب اي دونت ستوب صافي جوج طرشات ما كان اسبق تعال اسكت 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 ها واحد جوج الاخوان رجعنا لكم ثاني بتحدي ثاني ونقترح عليكم السي رشيد غنمشي دابا غنطبر لك على كره وغنجيبها لك غنبلاصيها لك سير على الله هو الدور عليها ثاني دوره سير مع الدوخه وداك الشيء مع غتسالي غتقول وكان بغيك بدا تجري فهمتي مع باق مع الساق تجري مع الجيبي داك الشيء باق راه والله المهم الا ما بيتيش ديرها كاينين واحد جوج تصرفيقات شي مشكل غنديروها الساعه واحد جوج مسيمينات وغنديروها والله العظيم غنقمشك الى جوج مسيمينات غنديروها صاحبي صافي وك وك على بركة الله لا 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 هو التحدي الاخوان يلا سي رشيد ما تبتلش انت رشيد هايا وما كدير والو بكاك عسير 16 16 وادخل شويه لعند الكره حتى دخل عند الكره ها 25 ما كان بغا الله يلا لفات وصلنا لفان ديال الفيديو كنتمنى يعجبكم وما تنساوش تحطوا لنا شي تحديات نديروهم انا وهاد خويا هذا انا وهاد خويا هذا نديرو شي تحديات ليه الاربعه ان شاء الله المهم حطوهم في الكومونتير حطوهم لينا في الكومونتير حطوهم لينا في الكومونتير المهم هو الطوبيس جاي حنا دابا غنديماريو ونختموها بواحد التحدي واحد التحدي احكم عليا رشيد دابا غنغنيني دوك الاغاني ديال طيور طيور سير غني فخوت دابا نغلي انا البندور الحمراء وزروع من الشجرة تاكل مني لا تشبع وتصير خدودك حمراء الله يا عيني عليك بارطاج